بحسها تعبت المرأة اليوم ياسر ياسر، بتقلق من انه اليوم مرتك هي اللي توكل فيك وتشربها بتبيع يعني اليوم متقلق اليوم اليوم ناخذ منها في المصروف نمد فيدي لانا باش تعطيني المصروف. اني كنت نخدم سطاع كنت بناي نخلص في الشهر ناخذ في مليون و900 نوكل في صغيراتي ونوكل في وليداتي. اليوم اصبحت نمد في فيدي للمرأة نمشي باش تعطيني 10000 نمشي بها للموعد نتاعي للتصفيه نتاعي فهمتي باش ناخذ منها كسكروت ونركب منها. معناها هي تعبت وني تعبت وني تعبت تبكيني من الكلمه قالك مع شنو ما فهمتكش شنو تبكيني من نمد فيدي لعائلتي تبكيني باش نعرفك مش تبكيني علاش تبكيني خاطر كنت نخدم وكنت لاباس علي صبحت نمد فيدي لعائلتي. والله صدقني حاسه بيك، والله صدقني حاسه بيك، نعرف اللي الحكايه صعيبه على الاخر. كنت نخدم لاباس عليا نصبح نمد فيدي لبنتي ولا لعيلتي ولا لجاري يا جاري يعطيني سامحني يا اخي سامحني انت 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 اليوم مش تمد في يدك لمرتك يا اخي مرتك تعايرك ما تعايرنيش لكن ما نقبلهاش لكني ما نقبلهاش انت في مخك ماكش تقبلها في مخي ما نقبلهاش ما نقبلش ني باش تصرف علي عيلتي ولا تخدم علي عيلتي ولا ني فهمتي منين كانت بنتي تقول لي يا بابا جيب لي تصبح فهمتي تقول لي يا امي جيب لي معناها البو معناها وفيه الدنيا صعيبه. خلينا من القلق اللي مرتك اليوم من واجبها اني تصرف عليك نسيتش هي من واجبها من واجبها مره يا خيتي لكني ما نقبلهاش يا خيتي يا خيتي اني كنت في بلاصه صبحت في بلاصه سبحان الله ما نقبلهاش هذيك الدنيا هذاك قضاء وقدر ما قبلتهاش الغالب هذاك ربي شنو حب راهو في الاخر بالكل هذاك ربي شنو حب الطبيب نتاعي الطبيب نتاعي نقول له يا دكتور فهمتي فما زراري يدقوهم من قواو نقول له يا دكتور ما تدقها لي الزريقه يقول لي راك تموت نقول له نموت وما تدقليش الزريقه هذيك قول لي لا مستحيله يلزمني ندقها بالسيف عليا عليه هذا كل انت ما نقبلهاش ما نتيقاش زريقه ما نقبلهاش اني يعني قبل كنت وقت اللي نمرض نمرض بالسخانه ولا بحاجه يجبد الزريقه يبدا شرجي في الزريقه نهربني هو مازال ما وصلهاش اقول لك حاجه ساعات الواحد لازم يعفس على قلبه ريتي الله غالب هذيك هي الدنيا ساعات لازمك تعفس على قلبك عافس عافس الله غالب عافس فوق الطاقه لكل داء دواء وما تعرفش على رحمه ربي لكن سامحيني في كل داء دواء ونهاو ما لقيتش دواء